الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا سائل يقول: هل تحقيق التوحيد يستلزم ترك المعاصي كلها بحيث لو عمل شيئا منها لا يكون محققا له؟ نعم، لا يكون محققا للتوحيد تحقيق الكامل إلا إذا ترك المعاصي كلها، لأن المعاصي تنقص التوحيد. في فرق بين التوحيد، يعني الموحد، فرق بين الموحد وبين من حقق التوحيد. تحقيق التوحيد معناه تكميله وتصفيته من الذنوب والمعاصي، هذا هو الذي حقق التوحيد، ويكون من السابقين الأولين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. أما الموحد فقط، هذا قد يصدر منه ذنوب ومعاصي لكنها دون الشرك، فهذا يقال له موحد، ولا يقال حقق التوحيد، وإنما يقال موحد من أهل التوحيد.